مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم. دلوقتي بتكلم عن موضوع مهم جدا بيخص كل الاسر المصريه. النهارده بتكلم عن نسب الطلاق في مصر اللي الحقيقه بقت نسبتها مرتفعه بشكل كبير جدا. الحقيقه يعني نسبه تخوف وفقا للجهاز المركزي والتعبئه العامه والاحصائيات. حالات طلاق بتوصل رسميا لحوالي اكثر من 200 الف حاله سنويا، وكل دقيقتين بيحصل حاله طلاق. يعني وانا قاعده بتكلم معاكم كده ممكن يكون حصل 3 4 حالات طلاق. تخيلوا بيحصل حالات طلاق ليه؟ ايه الاسباب اللي ممكن بتؤدي الى الطلاق؟ وطبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطوره هذا الموضوع في مناسبات كتير، وشدد جدا على اهميه الاسره المصريه طبعا لاستقرار الاسره المصريه من اجل مصلحه الاسره وكمان مصلحه الابناء. ازاي نغير من سلوكياتنا اللي ممكن بتؤدي في الاخر الى الطلاق؟ ازاي نغير من طباعنا او نتحمل الطباع الغير عشان الاسره تستقر والعلاقه تستمر؟ تفاصيل كتير جدا هنعرفها النهارده من خلال ضيفتي اللي منوراني. فهو هنا ضيفتي النهارده بسنت بدر، لايف كوتش واستشاري علاقات اسريه. اهلا بيكي منوره. اهلا بيكي. ازيك؟ الحمد لله. عايزه اقول لك النهارده بنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمه جدا 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 الحقيقه بتمس كل الاسر المصريه. حقيقي. البدايات حاجه وفي الجواز حاجه. احنا دلوقتي هنتكلم، هنيجي من البدايه خالص. قبل الجواز بنبقى ملهوفين قوي ان احنا نعيش مع بعض، وتليفونات بقى بالساعات ومش عارفه ايه وكلام حلو وفراشات كده بتطير ودباديب وحاجات كده. بعد الجواز الدنيا بيبقى فيها روتين. هقول لك ازاي نتعايش مع روتين ونجدد من العلاقه، بس في البدايه ليه اللهفه اللي بتبقى موجوده في الاول؟ في البدايه اول غريزه واول فتره ربنا خلقنا عليها هي فتره الفضول وحب الاستكشاف. فلما بنكون في البدايه كل طرف بيبقى عايز يستكشف الطرف الثاني، بيبقى عنده فضول انه يعيش حياته، انه يعيش معاه، عشان كده بنبقى ملهوفين ان احنا نكون مع بعض. يعني ده ممكن برضو في البدايه كده ما يكونش حب، يكون حاله انبهار، ممكن يكون انبهار وحالات عاديه بالظبط. وكمان في حاجه، الكيرف بتاع المشاعر بيبقى عالي شويه والكيرف بتاع العقل بيبقى هادي شويه. فما بنشوفش عيوب الطرف الثاني. لكن بعد الجواز شهر اتنين سنه يبدا بقى المشاعر تهدى، الفضول وحب الاستكشاف خلاص اختفى. يبدا العقل يشتغل، يلاقي ان الطرف الثاني ده لا، ده بني ادم عادي عنده عيوب عادي جدا. وفي تبدا هنا بقى المشاكل تظهر. طيب بيحصل ملل وبيحصل فتور مع استمرار الوقت او في استمرار في علاقه الجواز، او مثلا في علاقه احنا بنحب بعض بيبقى في بقى بعديها ملل كده وفتور. ازاي اتخلص من الشعور ده؟ شعور الملل والفتور، اول حاجه ان احنا لازم يكون عندنا، نبقى عارفين اصلا احنا بنختار على اساس ايه. شريك حياتنا ده احنا اخترناه ليه؟ بيلبي احتياجاتنا ولا لا؟ يعني بنلاقي مثلا شاب يختار بنوته بتبقى بتشتغل وعندها كارير وليها حياه، ويجي بعد ما يحبوا بعض ويتجوزوا يقول لها ما تشتغليش، انا مش عايزك تشتغلي الا في اطار معين. طبعا هي ده نظام او مواعيد شغلها مثلا بتكون كده بالظبط، او احب مراتي تبقى قاعده في البيت خالص ما بتشتغلش. طيب هنا هو ليه عمل كده؟ هو ما عندوش وعي هو كانت احتياجاته ايه. هو انبهر بشكل خارجي الاول، ولكن لازم اي شاب مقبل على الجواز او بنت كمان يبقى عندهم وعي انا محتاج ايه. انا عشان اعرف اختار اللي قدامي لازم اكون عارف انا اصلا ايه. بحب ايه، بكره ايه، ايه نقط قوتي، ايه نقط ضعفي، ايه القيم والمبادئ اللي عندي في الحياه، فاختار شخص بيتناسب مع قيمي ومبادئي. ما يكونش مثلا حد اجتماعي جدا ويحب الخروج والسفر والمروح والمجي ويختار شخص انطوائي جدا بيحب قعده البيت. لا، مش هقول لك اختار، في توافق بين الطرفين بالظبط. ما تختاروش زيك بالظبط، بس على الاقل يبقى متقارب لحياتك منك. بالظبط. هروح بقى لنقطه مهمه جدا جدا جدا، وبعد كده هنتكلم في السلوكيات اللي ممكن تؤدي الى الطلاق. هل الفتور والملل والحاله اللي احنا بنشوفها بعد سنتين ثلاثه جواز مع وجود علاقه حب كبيره بين الطرفين، هل ده ممكن يكون سبب اختيار خاطئ، ولا دي يعني موجوده في كل بني ادم فطره كده اللي هو بعد الجواز بيصيب الانسان حاله من الفتور ومن الملل وده الطبيعي؟ يقول لك سنه الله خلاص، او الحياه كلها فيها فتور وفيها ملل وخلاص هي دي سنه الحياه. ازاي نعرف ده اختيار غلط ولا هي كل الجواز بيكون كده؟ لا، هو قد يكون اختيار غلط، بس مش هينتج عنه فتور بس في العلاقة. لا، هو هينتج عنه كمان مشاكل كتير. احنا مش مستحملين بعض، ده هنا بقى الاختيار غلط، شخص ده غير متكافئ معايا. لكن لما يحصل فتور وملل بيبقى احنا محتاجين نفهم يعني ايه جواز،
محتاجين نجدد علاقتنا ازاي، محتاجين نبقى عاملين سيستم لحياتنا، فبالتالي يعني نقدر نتخلص من الفطور والملل. لكن الاختيار الخاطئ ما بيبقاش فطور، بيبقى مشاكل. طيب عشان نتكلم عن الاختيار الغلط، دي حاجة مهمة جدا جدا ومحور مهم جدا من محاور الاختيار الصح في الجواز، تعالي كده نركز عليه شوية. ازاي اعرف ان انا اختياري غلط؟ انت الاول بتقولي لي ان في البدايات كلها بتبقى حلوه، بيبقى في انبهار، بيبقى في فضول ان انا اعرف الانسان ده وحياته واقرب منه، هو كمان يعرف حياته ويقرب منها. بس طبعا بعد الجواز بيبقى خلاص الحياه عاديه وواضحه، لازم الاثنين يبقوا عندهم تكافؤ عقلي ان هم يكملوا الحياه، عشان ده يعني نعمه من نعم ربنا، زوج وزوجه وبيت وحياه وكده. الاختيار الغلط ده بقى نعرفه منين؟ لازم ابقى مختار على شوية أسس كده. حلوة، تعالى بقى نقول الأسس عشان ندخل على السلوكيات بعد. أول حاجة يكون في تكافؤ، تكافؤ زي ما قلتي، تكافؤ فكري، تكافؤ ثقافي، تكافؤ مادي، ما يكونش في جاب كبيرة ما بين الراجل والست. تاني حاجة لازم يكون في علاقة صداقة بينهم، ما يبقاش إحنا الاثنين عايشين مع بعض بس مش بنتكلم. لازم نكون أصدقاء، ده رقم واحد. الصداقة دي بتبني رصيد مهم جدا بين الزوجين، الكلمة الحلوة، العشرة الطيبة بتبني رصيد حلو جدا بين الزوجين، وده اللي بيساعدهم إنه يتخطوا مصاعب الحياة. تالت حاجة القبول، لازم أكون متقبل الشخص اللي قدامي، متقبل شكله، متقبل جسمه، متقبل شغله، متقبل عيلته، متقبل ستايل حياته. انا قابل الشخص ده باكج على بعضه، بكل مميزاته وكمان بكل عيوبه. بالظبط، باكج على بعضه، انا متقبله. والاهم من ده بقى احتياجاتي ايه اللي انا اخترت بناء عليها الشخص ده. الحاجات دي لو توفرت في شريك حياتي هيبقى اختياري الى حد كبير صح.